السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هبة تضامنية لفائدة سكان بجاية تم اقتناؤها من تركيا عبارة عن مولدات الأكسجين موجهة لمختلف مستشفيات الولاية، شارك فيها محسنون جزائريون إلى جانب السلطات المحلية. حملة تضامنية ولا غير مليحة بزاف. البارح كنا في الايروبور تاع هواري بومديان، كيوصلوا هادو أربعة لي ستاسيو تاع الأكسجين، واحدة تروح لبجاية خليل عمران، واحدة الخراطة الأميزور، وأنايا كممثل رئيس لا سيلود كريز هادا تاع سيدي عيش جيت باش نديو لا ستاسيو تاعنا لسيدي عيش. مازال داسن لي كونسونتراتور أكسجين، مازال الحرج النظام راد ياسن يوكل نحارب السوساكينيا، الساكي ماشي كان تمثال الأكسجين، الساكي مو نخدم على لابافيت، مو نبعث ثرى، مو نفاكسيني ثرى، السوساكي مازال هذه غضب. هذه كمرحلة أولى ربع مولدات، اثنين يعني على ميزانية الولاية واثنين على المحسنين، والكثير منهم طلبوا يعني يبقوا يعني في الأنونيما، يعني ما يبلغوش يعني الأسامي نتاعهم. عندنا المرحلة الثانية راح تكون إن شاء الله ربع مولدات باش نمس كل يعني المستشفيات نتاع ولاية بجاية، وهكذا نقول يعني غطينا ونكثف بهذه المجهودات. كذلك فيه يعني برنامج يعني على الميزانيه ميزانيه الولايه فيه 480 يعني مكثفات الاكسجين، هذه ثانيه باش نزيد ندعم باش نقلل من المشكل نتاع يعني نقص ويعني قله يعني الاكسجين. ظروف صحية استثنائية وقاسية تستدعي منا الحيطة والحذر لمنع تفشي الجائحة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.